الرحيم. هذا قسم آخر من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه. اكفني. هناك أمور لا يقوم بها إلا شخص الإنسان. يصوم عني شهر رمضان وأنا حي. أما هناك أمور، واجبات أو غير واجبات، المقصود فيها تحقق هذا الأمر في الخارج. إذا كان هناك من يقوم بهذا الأمر عني، معناه كفى عني. إذا لم يكن، أنا لازم أقوم به. الإمام صلوات الله عليه هنا يسأل الله تعالى في كلمتين دعائين جدا مهمين، ولعل جميعنا يوميا محل ابتلائه هذان الأمران. واكفني ما يشغلني الاهتمام به، يعني إلهي أنت تولى الاتيان بالأمور المطلوب مني، ولكن مو كشخص معين. تحقق هذا الأمر في الخارج هو المطلوب. لاحظوا، هناك مثل ربما يوضح هذا الأمر. أفرض شخص جاي من أقصى البلاد، من بلد نائي بعيد إلى الحوزة العلمية، يريد يدرس هنا سنوات برهة حتى يوفق للخدمة من خلال التعلم والتعليم. يصادف له أمر، وفرضوا مثلا في بلده أمه أبوه ابتلي بمرض، كتبوا إلى هذا الولد طالب العلم اللي يدرس هنا مثلا، كتبوا إليه أنه يحصل هذا الدواء ويودي لهم، والأب أو الأم مريض أو مريضة ومرض خطير، لازم الدواء بسرعة يصل إليه أو إليها. هذا يحصل الدواء، يشتري الدواء. ولكن إذا يريد يأخذ الدواء يروح إلى بلده ويرجع ربما شهر شهرين يأخذ مني، يتأخر عن دراسته، عن طلب العلم، عن أعماله، باعتبار أنه أبوه أو أمه مسألة مهمة لازم يوصل الدواء لهم. ولكن مو ضروري إلا هو يكون الوسيلة. إذا يحصل واحد يأخذ الدواء يودي بسرعة يوصل إلهم يكفي، مو ضروري هو يودي الدواء. الضروري أن يصل الدواء سريعا. إذا ما يحصل أحد لازم هو يروح ويتأخر عن دراسته، ماكو شارع. شرعا ماكو شارع، عقلا ماكو شارع، عاطفة ماكو شارع، أخلاقا ماكو شارع. يقول إلهي أنت تدري بحالي، أنت اكفني هذا الأمر. يعني شنو؟
يعني يحصل فد واحد اللي يريد يروح هناك، انا انطي الدواء يودي الى ابوي الى امي، حتى انا لا انشغل خلال شهر او شهرين اكثر اقل بهذا الامر، اقدر استمر في دراستي. فد مرة يصادف واحد من ابناء بلده بالشارع، يتسالم وياه، يقول له ها انت هناش عجب، يقول انا ماخذ تكيت طائرة اريد اطير، بعد ساعتين ما عندك شغل؟ يقول هذا دواء توصله ابوي الام، يقول على عيني انا بعد 4 ساعات 5 ساعات عندهم. اكفني ما يشغلني الاهتمام به، الاهتمام بإيصال الدواء إلى الأب أمر مهم، ومادة الاهتمام أكو هنا، أهمية أكو لهذا الأمر، ولكن هذا يشغلني عما أنا فيه. أحيانا الدعاء يخلي الإنسان يواجه هذا الشخص، يخلي الإنسان يواجه هذا الشخص في نفس الوقت، أحيانا لا، هذا الشخص موجود ويريد يسافر بعد ساعتين أو ساعة، ولكن الإنسان يغفل، لحظة يغفل، يطب بهالزقاق أو في هذا الشارع ما يشوف هذا، يضطر هو ياخذ الدواء وياخذ الطائرة يروح ويجي، شهر زمان يروح منه، شهرين يروح منه. الإنسان في مسيرة حياته بالألوف والألوف، كل إنسان تصير له المسائل، في حياته الاقتصادية أكو، في حياته العائلية أكو، في حياته الصحية أكو، في حياته النفسية أكو، في حياته الاجتماعية أكو، في حياته السياسية أكو، في مختلف المجالات الإنسان على طول مبتلى، يعترضه طرق 4، طرق 3، طريقين، ما له شارع. وعلى الإصطلاح الفقهي والأصولي عند العلماء تزاحم، من صار تزاحم بين أمرين كلاهما مهمان، ولكن أحدهما لا يقوم به غيري، التعلم، الدراسة مثلا، أكو هناك من يدرس عني، واحد يدرس عني بالوكالة وأنا أصير عالم، واحد يتعلم يكفيني هذا العلم، ماكو هذا الشيء. ولكن هناك أمور يمكن أن شخصا آخر يكفي الإنسان. الإمام عليه السلام يقول إلهي أنت تولى هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، من أسماء الله سبحانه وتعالى يا مسبب الأسباب، كما في داعي الجوشن وفي الأدعية الأخرى أيضا موجود هذا التعبير، يسبب أسباب، يخلي الإنسان الأمور التي مو ضروري هو يقوم بها، المهم أن يتحقق هذا الأمر في الخارج، المهم هذا الدواء يصل إلى الأب أو يصل إلى أم، هذا المهم، حيث ماكو واحد آخر، أنا الولد، أنا الابن، لازم أنا أقوم. أما إذا حصل واحد آخر خلاص مو ضروري أنا أروح، أنا ما عندي شغل هناك، لا في الروحة لا في الرجعة لا في البقاء هناك. وكفني ما يشغلني الاهتمام به، بالألوف الإنسان
عند هذه الامتنانات. خو الله سبحانه وتعالى كفاني، هذا مو سؤال، مو سؤالين، مو ألف سؤال، مو عشرة آلاف سؤال، عينات هذا السؤال وعينات هذا الدعاء بالألوف والألوف في حياة كل شخص شخص. طبعا هذا مو معناه فقط الدعاء، القرآن يؤكد على الدعاء والسعي جميعا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا في مجال الدعاء، مجال السعي هم نفس الشيء، يعني الإنسان عليه أن يسعى بأن الأمور التي مو ضروري أن يقوم هو بتلك الأمور يمشيها بواسطة شخص آخر، حتى هو يصرف أوقاته في الأمور التي لا يقوم بها غيره. خو هسه الله سبحانه وتعالى كفاكم أو كفاني في مورد أو عشرة موارد أو ألف مورد، ما يشغلني الاهتمام به. بعد واستعملني، هسه صار عندي فراغ، شهر حصلت زمان وقت، واحد حصل يودي الدواء، شهر أضيف في تاريخي، هذا الشهر لا أطلع من عمل ملازم إلى عمل ملازم آخر. واستعملني بما تسألني غدا عن، بس هذا الوقت وين؟ هناك أوليات وأولويات، هناك واجبات عينية أصلية، هناك واجبات كفائية عينية ثانوية. إلهي خليني عمري استعملني، وقتي يصرف في الأمور التي غدا أنت تسألني عنها. الإنسان الأكل كان حاري وباري، أنتو الحمد لله أهل العلم، أهل الفاضل، أهل المنبر، أهل التفسير، أهل القرآن، أهل الرواية، أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة. أكو هناك يوم القيامة يسألون الإنسان ليش الأكل بارد أكلته؟ كان حميت شوي يصير ألاذ، يصير أطية. أنا ما شايف، هذا الأكل مو كلش لذيذ، كان ملح قليل، كان فلفل زايد، كان مدري شنو قليل، كان ما مستوي كلش زين، مستوي زايد. أكو هذا مما يسأل الإنسان عنه؟ ليش ما أكلت الألذ؟ ليش ما أكلت الأطيب؟ ليش ما أكلت الأغلى؟ ليش ما أكلت الأحسن؟ ليش ما لبست الأغلى؟ أنا ما شايف في الأدلة الشرعية هذا السؤال. شنو الله يسأل الإنسان عنه؟ إلهي خليني أتوفق، يعني امنحني التوفيق حتى أصرف وقتي فيما تسألني غدا. غدا يعني من ابتداء الموت، هذا صار غدا، إلى انتهاء اللي هم فيها خالدون، هذا كل غدا. ما تسألني عنه خليني أتوفق أصرف عمري في ذلك. أكو حديث عن الإمام الرضا صلوات الله عليه في البحار، موجود هذا الحديث، إذا تستغربوا راجعوا في البحار
في المجلد 71، طبعا الصفحة أنا ما كاتبها، في أواخر هذا المجلد صفحة 300 وكذا، عن الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم: لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه، تفقه في اصطلاح أهل البيت أعم أوسع أشمل من الفقه في اصطلاحنا نحن في الاصطلاح المعاصر. الفقه في الاصطلاح المعاصر يعني العلم بالأحكام الفرعية، الأحكام العملية. تفقه في اصطلاح الروايات يعني تعلم الإسلام اللي جزء منه الأحكام العملية. لو وجدت شابا من شبان الشيعة لا يتفقه لضربته. فالأئمة عليهم الصلاة والسلام ما عهد أن ضربوا أحد، وعمليا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لم يعهد عنه مثل ذلك. أما هذا كناية، مو فعلية الضرب، هذا كناية عن أهمية هذا الأمر. هذا أهم ما يسأل الله عنه يوم القيامة. بمناسبة أن هذه أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله في الأيام القادمة في 17 من شهر ربيع الأول، من أهم الأمور التفقه بالنسبة إلى تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله، الإنسان اللي ما يعلم شلون يتأسس، شلون يقتل، العلم بتاريخ رسول الله، بالتاريخ الصحيح لرسول الله. تلاعب كثير صاير في تاريخ رسول الله، اللي الآن مو أنا بصدد بيان عينات هذه التلاعبات، وأنتم بحمد الله أهل المعرفة. التاريخ الصحيح لرسول الله، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم بسيرته والعمل بسيرته والدفاع عنه، دفاع عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اتهم به رسول الله. أخيرا أنا شفت في الكتاب لأحد المستشرقين، شفت ترجمته، كان في أحد البلاد الإسلامية هذه الترجمة مطبوعة، أنا حصلت على الطبعة 7 أو 8 للترجمة. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشيء ينقل اللي ولو أنه ينقل تاريخ، الأصح أن نقول هذا جعل تاريخ، مو نقل تاريخ، صنع تاريخ. تاريخ معناه فد شيء حدث المؤرخ ينقله يكتبه، أما فد شيء ماكو المؤرخ يجي يقوله ينقله، هذا صنعه اختلقه. بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أعوذ بالله، يقول كان فيه شذوذ أخلاقي. بالنسبة إلى أطهر البشر على اعتراف كل التواريخ، كل التواريخ، الأصدقاء والأعداء، المسلمون وغير المسلمين،
من الذي يجب عليه أن يتصدى لرد هذه الاعتداءات، الرد الفكري في بلد إسلامي واحد وفي مدينة واحدة؟ ترجمة هذا الكتاب طبعت 7 أو 8 مرات، وأنا شفت الطبعة 7 أو 8. معرفة تاريخ رسول الله، هذا من أهم ما نسأل عنه. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة. واحد اللي ما يعلم شلون يتأسف. رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كانت معاملته مع زوجاته؟ كيف كانت معاملته مع أصحابه؟ كيف كانت معاملته مع المنافقين من أصحابه؟ كيف كانت معاملته في الحرب؟ كيف كانت معاملته مع الذين يتهمونه؟ كيف كانت معاملته مع الذين يعاملون معاملة حسنة مع رسول الله؟ كيف كانت معاملته مع الذين يسبون رسول الله؟ كيف كانت معاملته مع المشركين، مع اليهود والنصارى؟ كيف كانت معاملته في العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ كيف كانت معاملته مع أكله وشربه؟ وهل يعلم؟ مع الأسف قليل يعلم، قليل ينقل، قليل يقرأ. موجود هالمقدار الموجود من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل الموجود عندنا إذا تجمعون كل ما في البحار، بحار الأنوار، من تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما في الوسائل والمستدرك، وسائل الشيعة ومستدرك الوسائل، من أحاديث تنقل سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل ما توجد في كتب التاريخ عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، لعله لا يكون 1% من مجموع سيرته. أما هل 1% هذا الموجود سيتعلمه ثم يصمم على الاقتداء به، على العمل به؟ القرآن الكريم في مورد استثنائي بالنسبة إلى الزوجة يقول واضربوهن. هذا صريح القرآن. هسه شنو المراد، شنو المورد؟ هذا في محل، مو في مجال تفسير القرآن أنا الآن، في مجال نقطة واحدة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بنساء، بعضهن كانت بعد فاطمة الزهراء صلوات الله عليها من خيرة النساء كخديجة سلام الله، وبعضهن نساء متوسطات، وبعضهن من شر النساء اللي يصرح القرآن بذلك في آيات عديدة ومنها في سورة التحريم. مع ذلك أنتوا ابحثوا في التاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله حتى لمرة واحدة هل ضرب واحدة من نسائه؟ هذا عنده شذوذ أخلاقي والعياذ بالله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. ما لك موي النبي صريح القرآن، قلبكما مائل عن رسول الله. وإن تظاهرا عليه، يعني وحدة شد ظهرها بالثانية وتصيرون ضد النبي، فإن الله هو إلى آخر الآية الكريمة. يعني زوجة هكذا كانت لرسول الله، وزوجة تلك كانت، وزوجات أخرى كانت. أم أيمن من خيرة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الصادق عليه السلام في حديث له يقول لبعض أصحابه: أم أيمن التي شهد لها رسول الله بالجنة. امرأة خيرة شهد لها رسول الله بالجنة. الإمام الصادق لبعض أصحابه يقول ما كانت تعرف كل ما تعرفون،
في المجال العلمي ما كان أعرفها كثير. امرأة خيرة بس هواي مثل هواي مثل هواي مثل فقط. هالشكل كانت هالشكل كانت هالشكل. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كيف كان حديث أكو في البحار، ولعل أنتم أعرف بموقعه، الآن أنا مو ببالي وين بس موجود في البحار. هذا بحث أخلاق، من أهم مباحث الأخلاق قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة الأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إلى رسول الله، مضمون الحديث صلى الله عليه وآله، قالت ابني هذا يأكل تمر وتمر مو زين علي. النبي قال له روحي باكر تعال، باكر اجى. رسول الله نهاه عن أكل التمر، مو زين عليك لا تأكل. قالوا يا رسول الله ليش هاي الكلمة أمس ما قلتها؟ قال أنا كنت ما أكل تمر وأقول له هذا لا تأكل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة إلى هذا الحد. نعم إلى هذا، مع أنه رسول الله عندما أكل التمر قطعا أكل التمر بمصلحته، وهذا الشاب مو بمصلحته أكل التمر، مع ذلك هذه حقائق. فد كتاب أكو أنا قبل أكثر من 20 سنة شايف المئة الأوائل، هذا فد مسيحي كان خلط الغث والسمين على حسب تصوره من ضاره، جمع 100 من شخصيات التاريخ من الحاضر والماضي، هذول اعتبرهم هؤلاء 100 اعظم شخصيات العالم، وارخ لهم كل واحد صفحتين 3 صفحات، كتاب من 400-500 صفحة، وفي المقدمة كتب أنا الرقم الأول اللي خليته يعني بنظري هذا أهم من كل 99 اللي وراه، الرقم الثاني اللي خليته يعني هذا أهم في نظري من كل 98 اللي وراه، الثالث اللي خليته هالشكل، اللي خليته رقم 10 يعني هذا أهم من 90 اللي وراه. جعل اسم رسول الله صلى الله عليه وآله في الأعداد الأولى، وجعل اسم السيد المسيح بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول في المقدمة على المسيحي، يقول وجه إلي نقد، قالوا ما دام أنت مرتب الأفراد ومخلي الأرقام على حسب الأهمية وأنت مسيحي لا تعتقد بنبوة رسول الإسلام ولا تعتقد برسول الإسلام أصلا، إيش معنى مخلي قبل السيد المسيح وأنت تعتقد بالسيد المسيح؟ يقول في الجواب أكو في الحديث الشريف الحكمة ضالة المؤمن يأخذها حي. يقول أنا رتبت الأرقام مو على حسب اعتقادي بالأشخاص، وإنما على حسب اقتناعي بأهمية الأشخاص، وأنا في الوقت الذي لا أعتقد، هو يقول المسيح في الوقت الذي لا يعتقد بنبوة رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يقول أعتقد بأنه أهم من السيد المسيح لسببين، من منظاره هو يقول لسببين. السبب الأول أن رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وفق لتطبيق دينه في حياته، والسيد المسيح لم يوفق على حسب اعتقاده، هم يقولوا قتلوه، وإن كان والقرآن الكريم يصرح بأنه هو ما قتلوه،
يقول أولا هذه فد نقطة أهمية، رسول الإسلام طبق ما جاء به، طبق دينه في حياته. السيد المسيح ما وفق لذلك في حياته، ما طبق. يقول السبب الثاني أن رسول الإسلام نفخ في المسلمين في أتباعه روحا عبر القرون المتعاقبة، كلما ضعف هذا الإسلام بالنتيجة ينبري هناك أناس من المسلمين الذين وصلهم روح النبي صلى الله عليه وآله، تلك الروح العظيمة العميقة، يقومون بتجديد الإسلام. هذا الشيء اللي في أحاديثنا موجود، أنه على رأس كل 100 سنة، طبعا ما يشير إلى هذا الحديث، وكلمة كل 100 سنة ما يجي. يقول هذه الروح التي نفخها رسول الإسلام على حد تعبيره في المسلمين في أتباعه، السيد المسيح ما نفخ مثل هذه الروح في أتباعه. بس هذه الروح ينبغي أن تكون فينا نحن، تأسي معنى هذا. الإنسان لا يتصرف في كل ما حوله من تصرف، لا يتصرف كما يريد وكما نشأ وكما تريد بيئته وكما تريد شهواته وكما تريد نفسيته من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة. هذا الاقتداء، هذا الأسوة، يتعلم ويسير ويطبق. المقياس هذا. أكو في الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، هناك أصحاب لرسول الله جعلوا يتركون زواجاتهم، يقبلون على الصلاة والصوم والتقشف ويصومون. النبي صلى الله عليه وآله أحاديث متعددة أقول أبو الشاشر، طلبهم وقال لهم أنا أصوم وأفطر طول السنة، ما أصوم بعض الأيام، أصوم بعض الأيام ما أصوم، وشهر رمضان هذا غير شهر رمضان، بقية السنة. هذول كانوا كل السنة يصوم، وبعض الليالي أنام قسم من الليل، أنام بعض الليالي ما أنام. هالشكل أسوم أنا، هالشكل الإنسان اللي من أول الليل إلى الصبح دائما ما نام، هذا بالنهار يلحق على الدرس، يلحق على التدريس، يلحق على الأمور الاجتماعية، ما يلحق. بالنهار ينام تعبان نقضان ينام. المقياس رسول الله في مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم سيرة رسول الله، ونحن أولى من غيرنا بهذا الأمر، وتطبيق سيرة رسول الله شيئا فشيئا شوية شوية. في التاريخ ولا يزال، وحتى في الكتب المعاصرة اللي تكتب في هذه السنين وفي هذه الأيام، تعريف أكو بأفراد منحرفون عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري، عباد البصري، عباد البصري فلان فلان. أكو حديث عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يرويه مختلف طوائف المسلمين، لعل بعضكم شايف الحديث. حديث مفصل إجماله يذكر 12 ممن طفحت كتب التاريخ
هذا تاريخ الطبري شوفوا، تاريخ ابن الأثير شوفوا، ابن خلدون شوفوا، التواريخ الأخرى شوفوا، العقد الفريد شوفوا، بالمئات والمئات والمئات من القصص عن هؤلاء الاثني عشر وعش من المعروفين بأنهم من العباد، ولكن لا على سيرة رسول الله، مجرد عباد. هذا جزء من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو كل سيرة رسول الله. أصوم وأفطر، هذا سيرة رسول الله. أسهر وأنام، هذا سيرة، هذه سيرة رسول الله. 12 يذكرهم الأحاديث، هذول اجوا في أيام الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، اجوا إلى مكة الحجاج، وصلوا مكة جذب وقحط وانقطاع أمطار فترات طويلة، ما عندهم ماء، حجاج ما عندهم، عطاشة. من شوف شافوا هذول العباد اللي كان صيتهم في زمانهم يطير في كل مكان، أهل مكة مو فقط الحجاج، أهل مكة اجوا قالوا لهم دخيل تعالوا ادعوا الله يجيب لنا مطر، احنا عطاشة وانتم مجموعة عباد، كل واحد منكم يرفع يديه الى السماء ينزل المطر. هذول اجوا توضا، و12 اسم بالتالي بالحديث اجوا حول الكعبة، طافوا بالكعبة، توضا طافوا بالكعبة، صلوا رفعوا أيديهم إلى السماء، 24 يد لاثني عشر عباد رفعت إلى السماء، تضر دعاء بكاء، لا غيم لا مطر، لأن هذه مو سيرة رسول الله. رسول الله كان يقضي حوائج الناس، رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا بقي عنده درهمان من أموال المسلمين بالليل يحاول يمشي ليبقي إلى غد، هذه سيرة رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتيه الملايين ويموت وهو مديون لأصوع من شعير، هذه سيرة رسول، هذه المجموعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله كان في مأكله، في ملبسه، في بيته، في كلامه مع أبسط الناس، مع أخف الناس، يستمع إلى الضعيف، يصغي إلى الطفل، يصغي إلى الصغير، يصغي إلى العدو، مو فقط عابد وخلاص بس يصلي، هذا شغله شنو؟ عابد. العبادة قمة الأمور، ولكن في إطار سيرة رسول الله. دعوا دعوا ماكو، أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام منار، منار في الروايات، النار التي توضع على جبل على مرتفع، هذا منار حتى من الأطراف من البعيد يشوف. مسؤولية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام من قبل الله سبحانه وتعالى
أن يعرفوا أنفسهم ويعرفوا الآخرين أحيانا. فتقدم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه وهو موجود في المسجد الحرام، تقدم إلى هؤلاء الاثني عشر وذكرهم بأسمائهم كما قال واحدا واحدا، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، أسماء 12 شخص. ثم قال لهم: أما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ يقولون: يا الله ما يجيبكم 12 انتم، احنا لازم ننتبه، نحن نعرف اهل البيت ونعرف اهل البيت ونعمل بسيرته. اما كان فيكم واحد يحبه الرحمن؟ 12 مو 11 مو 10 مو 9، خلي واحد. ما كان هذول هم اجابوا بالحكي مو قاصرين، لكن في الواقع مقصرون. قالوا للإمام زين العابدين: علينا الدعاء وعليه الإجابة. إجابة خو مو شغلنا، مطر خو مو شغلنا، مطر يجي مطر شغل الله، احنا شغلنا نقول: إلهي أغثنا، نتضرع إليه، ندعوه، نريد ماء، نحتاج ماء، نحتاج مطر، نستسقي ربنا. بس هو تكليفه بعد يسقي، هذا جواب لهذا الكلام. الإمام ما قال لهم أنتوا تكليفكم مطر يجي حتى يقولون احنا مو تكليفنا. الإمام قال لهم تكليف الله، كلف نفسه بأن يمطر من يسمع لله، الله يسمع له. فتقدم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه ودعا بكلمات، وحمل المطر. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مو فقط العبادة، العبادة جزء لا تتجزأ من سيرة رسول الله بلا شك، العبادة الركن، ولكن مو كل سيرة العبادة. العبادة الإطعام الركن، مو كل سيرة الإطعام. العلم الركن، مو كل سيرة العلم. العمل الركن، مو كل سيرة العمل. لقد كان لكم في رسول الله، هذا الشخص بعلمه بعمله بقوله بعفوه بكلامه بعطائه بأخذه بمعاشرته، تعلم سيرة رسول الله واستعملني. الإمام زين العابدين سلام الله عليه وسلم بما تسألني غدا عنه. الله تعالى يسألنا ما كانت سيرة رسول الله، ما يسألنا، أكيد يسأل، لأن هو يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أنا ما أعرف سيرة رسول الله، طبعا بالمقدار المرتبط به كل شخص، إذا ما أتعلم شلون أعمل؟ أعلم سيرة رسول الله؟ هذه فد مناسبة جيدة، مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. الإنسان بحمد الله أنتم موفقون، أما
مجال هذا الأمر أكثر، يعني له مجال أكثر. يتعلم سيرة رسول الله الإنسان ويطبق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت يدافع عن رسول الله. وما أكثر هذا الأمر في هذه الأيام، وما أكثر المغفلين في هذه الأيام. المرحوم السيد الوروجردي رحمه الله، لعل العديد من الأشخاص سامعين هذه القصة، وأنا سامع من العديد من الأشخاص، ولعل جناب الشيخ أحسن مني يعرف هذه القصة. مرحوم السيد الوروجردي، السيد حسين الوروجردي رضوان الله عليه، مرجع العام للشيعة، توفي قبل 41 عاما، سنة 1380 هجرية قمرية. عرضت صورة عن وضوء السيد البروجردي في تلفزيون ألمانيا قبل 40 سنة. في وقته نقل أن هناك عدد من شباب المسيحيين اللي شافوا هذا السيما، هذا المحيا وهذا الوضوء، أسلموا لهذه السيرة اللي بضع دقائق. إذا السيد البروجردي وهو واحد من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يكون رسول الله إذا تعرض سيرته للعالم، المئات من الملايين في العالم الذين لا يعرفون رسول الله وربما يعاندون رسول الله نتيجة غسيل المخ اللي صاير عندهم، المطالب المختلفة المدسوسة، لعل المئات من الملايين منهم يسلمون يؤمنون، وجدا لا يعرفون رسول الله، من يعرف رسول الله؟ هذه مسؤوليتنا نحن. أحد الأصدقاء موجود الآن في بلد آخر، كان ينقل قصة مالت هاي السنة، يعني ما مرت سنة على القصة، يقول في الانترنت وجه فد نقد لاذع من شخص وذكر اسمه ومكانه إلى نقط بند من بنود الإسلام، وبسب كان مصحوب بسب النقد. ينقل أن هذا الشخص راح حصل جمع بعض المصادر لهذا الكلام اللي أنكره الناقد، وجه له بالإنترنت جواب. يقول ثاني يوم في نفس ذلك الرجل بنفس الاسم اعتذر، قال أنا ما كنت أدري وأنا كنت مغفل في هذا الموضوع. من المسؤول عن هؤلاء المغفلون، عن مغفلين وهم بالملايين؟ نحن المسؤولون بمقدار ما أوتينا من طاقة، من قوة، من فهم، من إمكانات. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة الصحيحة، تعكس على العالم، تغير العالم، قطعا تغير، وما أسرع ما تغير العالم في هذا. نفس تلك الروح التي ذكرها ذلك المسيحي في كتابه، قال نفخ رسول الإسلام روحا في أتباعه، نستفيد من هذه الروح، واستعملني بما تسألني غدا عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة الكريمة أن يوفقنا للمزيد من ذلك. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله الله.